أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهيج الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل بالليل وسارب بالنهار.
ومن هو مستخف بالليل وسارح بالنهار وعقباكم من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن I'm
له دعوة الحق له دعوة له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إنه غفاه وما هو بالغالي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات فتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء
سلمها فمن يعلم أننا قال يا رسول الله عزني قال له كفى بالموت وعزرا وكفى بالموت الأفريق من أراد الغناء فإن الغناء تبكي ومن أراد حجة فإن القرآن يكفي ومن لم تكفي شيء من هذا فإن النار تكفي فكزهوة الإمام الإسلام آيات الميلاد أتلال مستمع حضراتكم فاضلة الأستاذ الآن الشيخ محمد سالم عامر القارئ المقيم بالوشية التابع لقارئة بشبك إدارة الصوت والصور والفراش الحديث الكبرى ومعرض الفني إدارة المعلم خميس ابو حسين المقيم بهذا البلد حضرات الساده المعلمين شكر الله وسعيكم جميعا والبقاء لله وحده.